هاي بيبيات، السلام عليكم. صافا بخير، هنيا، أموركم مزيان؟ كنت مني يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي يا ربي. كما شفتوا معايا في العنوان وكما شفتوا حتى في المينياتور، اليوم غادي نشارك معاكم الروتين ديالي اللي كان عتمد قبل ومن بعد الدوش. كيف ما تهلينا في دويرتنا، كيف ما تهلينا في دارنا، خملنا كل شيء، غادي يجي رمضان ويلقانا في أحسن حلة، نجي ونتهلو في راسنا. مع عمركم يا البنات نصور ريوسكم، راسكم هو الأول. دابا بقاو معايا. أول حاجة غادي نبدأ بها اللي هي هاد الماسك، هذا ديال الشعر أو الكيراتين، طبيعي 100%. جربوه يا البنات وردوا عليا، غزال بزاف بزاف. كنحتاجو بيضة كيف ما بغات تكون بلديه ولا عاديه، على حساب نتوما وشنو متوفر عندكم. غادي نحتاج هاد بديل الزيت ديال التخادو، غادي نحتاج بنانة، تقدروا تضعفوا الكميه على حساب شعركم ولا على حساب نتوما شنو اللي بغيتوا. تقدروا ديروا جوج بيضات، جوج بنانات، وهاد ديميلور هذا بديل الزيت ديال التخادو، غزال يا البنات، هذا زوين صراحه. انا ديما ديميلور معروف عليا كنديرو قبل الحمام. صافي، هذا ما كان مهم غادي نديرو في شعري، وغادي ندير السلوفان. جربوه يا البنات، غزال 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 بزاف. دابا غادي نجي لواحد المقشر غادي نديرو لوجهي. غادي نحتاج حلقه صغيره ديال القهوه، وغادي نحتاج هاد الزيت هادي ديال الورد اللي كناخذ من عند واحد السيده، كتجيب داكشي زوين ونقيقي مضمون، هادشي بيو. نتوما تقدروا ديروا غير الزيت البلديه، انا صراحه غادي نديرها فواحد الكوماج اخر اللي غادي ندير لوكور ديالي. فوالا، هذا ما كان مهم. غادي نبقى نحرك ونخلط يا اختي. ما درتش السنيده، غادي نديرها في الكوماج الاخر اللي غنحتاج لوكور ديالي، حيت صراحه سنيده معروف عليها انه قاسح الوجه. بالاحسن يا البنات تستغناو على سنيده، حيت سنيده كدي لينا كتوسع لينا المسام في الوجه، مهم، قاسحه بزاف وهي اصلا كتقصح في الوجه. فوالا، هذا ما كان غادي ندير هذا الكوماج هذا ديالي، وغادي نبقى ندير حركات دائريه في وجهي كامل غير بشويه. البنات ديروا حكوا وجهكم غير بشويه، انا راه غير مع مزربه لا فيديو كيبان لكم بحال كنفرك وجهي بالجهد، لا راه كنحك غير بشويه وكنحك وجهي بحركه دائريه. مهم غير باش نحيدو دوك الخلايا الميته، حيت غادي نبغيو نحيدو الشعر زائد من وجهنا وبزاف ديال الحوايج. غتسولوني تقولوا لي على شهيبة كديري هادشي قبل الدوش، حيت انا كيعجبني ندير هادشي قبل الدوش. بعد الخطرات على حساب الكانه ديالي، بعد الخطرات كندير حتى تنخرج من الدوش وكندير هادشي، غير هو بالنسبه للكوماج انا كنسبقو قبل من الدوش صراحه. فوالا، حيت ملي كتكوني مدوشه وكديري الكوماج كيكونوا المسام محلولين، كيكون شويه صعيب الكوماج ملي كيكونوا المسام محلولين. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا. بيان سور داكشي اللي شاطر راه كنديرو في يديا ونحك ليا فايمتي اختي. شوفوا ليا، شوفوا ليا البشره كل شويه البنات، شحال رطبه رطبه فريمون رطبه. فوالا، هذا ما كان صافي. هنايا غادي نجي من بعد ما مسحت بكلينكس، انا كنمسح يا البنات بكلينكس صراحه، ما كنمسحش بالفوطة، انا كلينكس، انا ما كيخطانيش بابي في الدار نهائيا. صافي، دابا غادي نجيو لهاد الزيت ديال جونسون، غادي نديروها في وجهنا كامل كامل على حساب نتوما المناطق اللي بغيتو تحيدو منها الشعر الزائد. بغيتو غير دوفي راه كتحيدو غير الدوفي، بغيتو غير الجنيبات ديال الوجه كديرو راه كديرو غير الجنيبات ديال الوجه. انا هاد الخطره بغيت نحيدو لوجهي كامل، حيت صراحه شحال هادي ما حيدتو لوجهي كامل، راه شي راه من الصيف يقدر، من الصيف. شوفوا ليا انا راه عاد راه من النوع اللي عندهم الشعر في وجههم ما باينش، حيت عندي شعري زعر، فهمتوني، عندي الزغبه ديال شعري زعره يعني ما كتبانش، ولكن يا اختي راه شحال هادي ما فركت لي هاد الوجه بحال هاد الفركه. ويلي 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 ايوا صافي، هذا ما كان يا البنات. مهم هنا السنطيحة حتى هي، حتى هي يا اختي يا اختي حيدنا منها الشعر الزائد. بالنسبه للحجبانيه البنات انا ما كنتفهمش، حيت كتكون فيا الحساسيه، انا ما كنقدرش على نتف زعما نتفهم نطرهم، وهذا كتنفخ ليا كاع ديك البلاصه، حيت انا كما قلت لكم لابو ديالي طرو سونسيبل بزاف. ايوا صافي، كنحيد غير بهاد هاد الاله هادي ديال الفلامينغو، زوينه صراحه. كنستخدم يا البنات هذاك اللي شو سميتو ديك الاله ديال
ديال اللي فيها سنينات، ماشي ديك بحال بحال الموس هذيك. ما كنصحكمش بها البنات، غلط صغور تقدروا تجرحوا وجهكم. انا كنفضل نحيد الشعر الزائد من وجهي بديك اللي كتكون فيها سنينات. ايوا هنايا البنات غسلت وجهي ببلوجي نيتوايون، شوفوا ليا على رطوبيه كنحس بها يا سلام. ايوا دابا يا لاله غادي نجيو نصبغوا الحواجب ديالنا. الا بغيتوا فيديو مفصل على الصباغه ديال الحواجب اللي كنستعمل، على كيفاش كنصبغ حواجبي، على المبتدئات اللي مازال ما عرفاتش كيفاش يصبغوا حواجبهم والطريقه كيفاش يصبغوا حواجبهم، الا كنتو بغيتوا هاد لا فيديو هادي واخا رفيتي درتها لكم في القناة. ولكن مهم بدلين شي حويجات، حيت راكم عارفين بنادم كيزيد يكبر كيزيد يتعلم، وراكم عارفين. ايوا صافي، المهم بغيتوني ندير لكم هاد لا فيديو هادي قولوها ليا في لي كومونتير، انا ما عليا غير ننفذ. ايوا صافي، خليتها ميم با ما كامله حتى دقيقه، ويا اختي حتى دقيقه ما كاملاش. ايوا صافي وحيت، حيت هذه جديده صراحه، ملي كطول عندكم كتبرد واحد الشويه، ولكن هذه اللي درت انا جديده. ايوا صافي، كنحيد القدام ديال الحجباني حتى تنعرف الصباغه بلا راه تراسات، وهذا عاد من بعد تنحيدها من حجباني كاملين. ايوا دابا غنجيو لواحد الماسك يا اختي اللي ما كنستغناش عليه، اللي هو القنبله اللي حيدت لي لي تراس من وجهي، وباقي لحد الان عندي لي تراس ولكن باقا كنعالجهم، ولكن نقصوا يا البنات. راه الناس اللي كانوا عارفيني قبل راه شافوا وجهي كي كان. المهم كنحتاجوا معلقه ديال الشوفان، معلقه ديال الرز مطحون، شوفان مطحون، الرز مطحون، ايوا معلقه ديال دانون مسوس، دانون طبيعي بدون سكر يا اختي. ايوا خلطي ليا وجلطي ليا داكشي وطلي ليا داك الوجهي. تهلاو فراسكم البنات، تهلاو فراسكم البنات. هادشي انا راه ما كنشاركوش معكم، ولكن انا راه مدمنه على هاد الوصفات الطبيعيه. انا راه منين تسولوا الاقرب، الناس القراب ليا، تقولوا مهيبه كي كانت يقولوا لكم راه كتموت على شي حاجه سميتها الوصفات الطبيعيه ولي ماسك. انا راه ما يمكنش، انا راه يوميا كنت هاد الماسك هذا تصورو، واخا راه هو خطا ما خصش يوميا يدير هاد الماسك. انا في اليامات ديال القرايه انا كنت نديرو يوميا، والله العظيم بكثرت ما كان كيعجبني، وكان بالاخص في الصهد كان كيبرد عليا. دابا انا راه دايراه عرفتو مع دانون حاطه في الثلاجه ونيري بارد. ايوا دابا غادي نحيد يا لاله بهاد البونجا اللي درت المدافي. من بعد كنحيد بهاد البونجا هادي ديال الماكياج، ماشي ديال الماكياج، ويلي ديال بحال هكا ديال لي ماسك بحال هكا، وهذا بلاصه ما تغسلي وجهك كتحيدي بهاد البونجا هادي. وشوفوا ليا على اللمعه، شوفوا ليا غير على لابغيونس اللي كاينه في لابو ديالي. واش هكا كنت بنت معكم في الود الفيديو، قولوا ليا. ايوا من هنايا غادي نجيو لواحد الكوماج غادي نحتاجوه الجسم ديالنا، غادي نحتاجو فيه معلقه ديال القهوه وجوج معالق ديال السكر وزيت البلديه. هذا يا اختي انا ما كنستغناش عليه، زوين بزاف بزاف. كندير انا بزاف ديال لي كوماج الا بغيتوني نشاركهم معكم، ولكن هذا راه خطير. ايوا يا لاله غادي نجبدوا لنا بيجيما جديده، وغادي نجبدوا لنا بارفان جديده، وكريم جديده، كلشي جديد يا لاله. هذا الباك هذا كنخداه ليا راجلي في مناسبه عيد المراه. زوين بزاف هاد الريحه، وهاد الكريم هذا غزالين يا البنات. اليوم من بعد ديال البنات غنجيو لهاد السيروم ديال الشعر ديال لوريال، غزاليه البنات بزاف. غنجيو لهاد لا كريم هادي ديال رجيلات ديال باليا، كل واحد وكيفاش كينطقها. فوالا غادي نجي هاد الرويحه هادي اللي غزاله اللي كتعمق. ايوا شوفي ليا لاله، انا راه ما يمكنش كنحماق على الدوش من بعد بني كنلبس بيجيما جديده، راه ما يمكنش. وبالاخص هاد البيجيما ديال البنات، خديت جوج، خديت هاد اللون، خديت واحد اللون اخر باقي ان شاء الله نشاركها معكم. ايوا وجدت لي برودوي ديالي، ويا لاله وجدت ليا نضرب ليا تحمحيمه فعلا تاركه. غادي نستخدم هاد الشامبوان هذا وهاد ديميلور هذا ديال البروتين، حيت انا دايره شعري. فوالا، من بعد غادي نستخدم هاد التبريمه ديال الاعشاب، زوينه بزاف كما قلت لكم. خديتها من عند واحد السيده كنخدم من عندها هادشي طبيعي. خديت هنايا الزيت ديال جونسون غنديرها في الاخر. المهم هنايا ما وريتكمش زعما
بلا راح يتشعر زائد وهذا، حيت فايت ضحيتو حيت مشيت للحمام فهمتوني. اي فوالا هذا ما كان يا اختي، غادي نجيو دابا من بعد ما تحمحمنا واحد تحمحيمه يا البنات، اش غنقول لكم؟ يا سلام يا سلام سلامات. ايوا صافي، هنا جيت نغسل سنيناتي، من بعد جيت لهاد المهاده ديال ليستيرين الغزالي التلاليه المحاربه للقدم، راه يعرفوني بلي راك تنستعملو سلاليه، ودابا رجعت ليه صراحه زوين زوين بزاف، واخا شويه كيحرق في الفم ولكن ماشي مشكل. المهم يا البنات، هنايا غادي نجيو يا اختي نتهلاو في راسنا من بعد ما دوشنا وكل شيء، غادي نجيو نرطبوا لنا الرجيلات ونديروا التقشرات وكل شيء. عرفتوا يا البنات شعري كيخرج من بعد داك الماسك ديال هذاك، راه اصلا بروتين بلا ما ديريه، اصلا هذاك بحد ذاته بروتين، والله العظيم يا البنات جربوه ردوا عليا، شي حاجه غزاله انا ما كنستغناش عليه صراحه. ايوا صافي، رطبت الجسم ديالي كامل كامل كامل، لبست البيجامه ديالي، قولوا لي البنات كيف جاتني، انا حمقتني، جادوغ جادوغ، جات فنانه. انا راه كنقول لكم النهار الكبير عندي هو منين لبس بيجامه، نضربها ليا بشي تحمحيمه ونلبس ليا بيجامه جديده. يا البنات والله العظيم الا واحد الراحه، راه ما يمكنش، راه ماشي غير انا، قولوا لي في لي كومونتير، راه تقريبا كاع البنات بحالي. ايوا صافي، رطبت لابو ديالي، شوفوا لي النقاوه لابغيونس، داك شو سميتو الماسك اللي درت، شوفوا لي النتيجه ديالو كيف دايره يا البنات. ما يمكن، جادوغ. من بعد دابا غادي نجي لهاد البلاش ليكيد هذا، غادي نديرو في الحنيكات ديالي، نطيحوا علينا السر يا اختي، طيحوا علينا السر 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 ديال بلعاني. طيحوا علينا السر ديال بلعاني، شوفوا لي هاد البلاش شحال هذا، شحال غزال 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 بزاف. كنت خديته من واحد لاباج فيسبوك كنظن، عندهم باج انستغرام. المهم غزال بزاف 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 بزاف. المهم غادي نحط لكم الانستغرام ديالي في لاباغ دانفو، دخلوا عندي تما، راه كنشارك معكم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. واخا صراحه مؤخرا غبرت على الانستغرام حيت وليت عطيت لكم لاطاك في اليوتيوب، منين غبر من الانستغرام عرفوني يوتيوب حاضره وبقوه. ايوا شوفوا لي لابغيونس ديال البلاش ليكيد كيف دايره، شوفوا عجبني راسي بزاف، عجبتني لابو ديالي مؤخرا، تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، باقي لي غير دوك لي تراس كيف ما قلت لكم انا دابا كنعالجهم. الا بغيتوني ندير لكم لي روتين بحال هكا يكونوا بحال هكا في رمضان، كيفاش تهلاو في راسكم، كيفاش تكوني رقيقيه، قولوها لي في لي كومونتير. فوالا هذا مكان، ديما يا البنات تهلاو في ريوسكم، ما عندنا غير ريوسنا، شوفوا كلشي عطي ليه الوقت، عطي الوقت لراسك، عطي الوقت ودير لدارك، عطي الوقت لراجلك لوليدات. ولكن اختي ما تنسيش ليا راسك، ما تنسيش ليا راسك، راه الا هملتي راسك راه صافي، راه مشيتي راه مشيتي راه مشيتي. حنايا الراحه ديالنا النفسيه فين كنلقاوها؟ منين كنجمعوا دويرتنا وكلشي وهذا، ولكن حتى منين كنقيو راسنا وكنلبسوا بيجامه جديده وهذا، كنحسوا براسنا في شكل فريش. واش متفقين معايا ولا غير انا؟ ايوا اختي، هنايا عجباني لابو ديالي تبارك الله ما شاء الله. ايوا هنا غادي نجي ندير هاد السيروم هذا ديال لوريال لشعري، وغادي نخليه ينشف على خاطر خاطرو. اي فوالا هذا مكان، هنا غادي نجي نرطب ليا ليديدات، ما تنساوش ليا يا البنات ليديدات، شوفوا راه اليدين هما اللي كياكلوا الشحط، وبالاخص في هاد رمضان هذا، اليدين ما تنسيش اليدين، رطبي اختي، واخا تكوني غتقيسي الماء غير رطبي وغير رطبي رطبي، من بعد راه غادي تدخل الكريم هذا لابو ديالك وكلشي، واخا كاع تقيسي الماء ماشي مشكل، عرطبي اختي رطبي دوك اليديدات تهلاي فيهم. انا راه كنرطب بزاف يدي البنات، مهليا في يدي ورجيلاتي بزاف بزاف بزاف. ايوا هذا ما كان جاب، دابا غادي نجي لهاد السبراي هادي اللي خدا ليا راجلي، عرفتوا ريحتها هي البنات اش غنقول لكم، ريحتها هي وديك لا كريم من داك الشرفيع من داك الشرفيع داك الشرفيع يا اختي. ايوا هنا رشيت لكم، ايوا جيت هاد البارفان هادي الغزاله حتى هي، غادي نرش منها رشيشه. ايوا نرش لكم حتى نتوما عرفتوا راه الريحه، راه انا العشق، انا راه كنقول لكم كندوش بها، انا بالنسبه ليا الريحه كندوش بها، ماشي كنرش كندوش. ايوا هذا ما كان، هنا درت زويف ديالي من بعد ما نشفت شعري وكل شيء. ايوا غادي نقول لكم هنا بسلامه عليكم، حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله، باي باي.